أهلا بكم، أنا الذكاء الاصطناعي أتحدث نيابة عن صاحب هذا المحتوى، وما رأيك في أسلوبي أنا أم صاحب هذا المحتوى لدى الشبكة؟ انتهى. أهلا بيك في فيديو جديد عن الذكاء الاصطناعي وقدراته الجبارة في تصنيع محاكاة البشر. دلوقتي خلاص الذكاء الاصطناعي هيبدأ يستبدل البشر، يعني الفترة اللي فاتت اشتهرت كده فترة عن يعني تصنيع مذيعة إخبارية عن طريق الذكاء الاصطناعي، بس دلوقتي هنشوف ايه اللي حصل وازاي ده بيحصل. انا هوريكم كل ده على الكمبيوتر دلوقتي، وازاي تقدر تصنع محاكي يقدر يقوم بعمل انت عاوز تعمله او بتخليه يقدم محتوى هو انت عاوز تقدمه على اليوتيوب او في منصات التواصل الاجتماعي من غير ما انت تظهر. يعني انت بتصنع شخص او بترسم شخص هو بيتكلم، وهقولك ازاي يخليه يتكلم دلوقتي عن طريق الذكاء الاصطناعي. دلوقتي انت بتروح على موقع ميد جيرني هنا، وبتطلب من الموقع ده ان هو يصمم لك اي حاجة انت عاوزها. يعني مثلا انا جيت اطلب من الموقع كده، يعني لما اروح كده اطلب منه ان انا عايز صورة مثلا واحدة تكون لابسة كذا، ويعني بالمواصفات اللي انا عاوزها علشان اخليها تطلع تبقى تتكلم وتبقى مكاني في المحتوى اللي انا بقدمه. طيب هنشوف كده هنتعامل ازاي كل ده. انا دلوقتي بعت الرساله دي للموقع، وهنشوف الموقع ده هيرد عليا. وبكده بعد ما انتهيت من تصنيع الصوره وبدا يصنعها لي بالشكل اللي قدامك ده، كده دي شكل الصوره اللي انا عاوز اخليها تتكلم وتبقى معايا او مكاني في المحتوى اللي انا بقدمه. الصوره عاديه جدا، هي تعتبر الصوره مرسومه لشخصيه دي وهميه، يعني تعتبر الصوره دي مش موجوده اصلا من الاساس، بس شفت قدرات الذكاء الاصطناعي يعني يقدر يرسم لك صوره في خيالك انت، وهو يقدر يطبقها لك على ارض الواقع. طيب انا هاخد الصوره دي هعمل بها ايه؟ بروح الاول على شات جي بي تي، والرابط هتلاقيه متسجل في الوصف او التعليقات، تخش تسجل على شات جي بي تي عادي. مثلا انا هقول هنا عاوزها تتكلم عن علاج واسباب واعراض البرد، تمام؟ هو بيبدا شات جي بي تي يقدر يجيب لك كل بيانات عن البرد وكمان الاسباب والاعراض وكل حاجه والعلاج. وبعد كده بعد ما يجي يخلص المقاله اللي هو بيكتبها، انا هقول لك تروح على موقع تاني علشان بتخلي الصوره دي بقى تبدا تتكلم وتبدا تعمل القاء للنشره الاخباريه بتاعتك، او بتعمل القاء للمحتوى اللي انت بتقدمه، او بتعمل القاء لمحتوى التعليمي انت بتحب تقدمه بدون ظهور. بس الفكره كلها ان صوره الشخص ده هو اللي بيطلع على اليوتيوب. طيب شيء زي ما انت شايف كده، مثلا انا هاخد البرد تمام واقول له هنا كوبي، وبروح على الموقع ده زي ما انت شايف كده، واللي هتلاقيه الرابط بتاعه موجود في التعليقات، وبتضغط على كلمه اد وبتختار الصوره اللي احنا كنا عاوزين نخليها تتكلم معانا. بعد كده بتروح هنا كده على التايب السكريبت، بتضيف هنا السكريبت تمام. السكريبت بقى اللي انت عاوزه، انت مثلا بتشرح محتوى تعليمي او محتوى ترفيهي على اليوتيوب، او انت عاوز مثلا تخليها تتكلم مثلا تطلع مكانك على التيك توك او منصات التواصل الاجتماعي التانية، عادي جدا. طيب بتخلي اللغة هنا بقى باللغة العربية. خلاص الذكاء الاصطناعي استغنينا خالص عن الفويس اوفر، وخلاص بقى ما عدناش محتاجين معلقين، هو الذكاء الاصطناعي هيبدأ يعمل كل حاجة، حتى كمان الصوت في منها الذكر ومنها الانثى. انا اختار مثلا صوت اسمها سلمى هنا، بعد كده بختار كلمة جنريت فيديو، بتستنى شويه لحد ما يتم يعني تصنيع الفيديو بتاعك، بعد كده بتضغط على كلمه جينيريت، وهنشوف الصوره بتاعنا او الفيديو بتاعنا هيوصل معانا لحد فين. كده بيبدا دمج الفيديو، يعني كنت عامل فيديو قبل كده، ده الفيديو الجديد اللي كان تمت بنجاح اللي هو عمل الفيديو. طيب انا هضغط ضغطه كده بقى نشوف هتقول ايه، ركز كده معايا وانا احاول اعلي الصوت برضه عشان كلنا هنكون سامعين. هضغط ضغطه كده. البرد هو عدوى فيروسية شائعة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب أعراضًا مثل السعال والعطس والاحتقان الأنفي والحمى والتعب. تختلف أسباب البرد وطرق علاجه وفقًا للأعراض التي يشعر بها الشخص، ومع ذلك يمكن تحديد بعض الإجراءات العامة التي يمكن اتخاذها لتخفيف أعراض البرد وتسريع الشفاء، وهي كالتالي: ودي قدرات الذكاء الاصطناعي. العصر اللي احنا عايشنا فيه عصر التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي،
كده دلوقتي كل حاجة هتبقى بالكمبيوتر، والكمبيوتر فعلا هو هيبقى المستقبل. وفي كمان كذا شغلانات تانية يعني برضو على وشك ان هي اللي تنقرض بسبب الذكاء الاصطناعي، لكن ويبقى الانسان هو اذكى مخلوق على وجه الارض، لان الذكاء الاصطناعي ده مش هيقدر يقوم بالمهمات عن طريق زي ما بيقوم بها الانسان. يعني مثلا ما ينفعش مبرمج يخش مثلا يكتب كود ومجرد ما تشات جي بي تي يديله الكود ده هيروح يقول للتشات حط لي الكود مثلا في الموقع، لا خالص، لازم أن يكون المبرمج ده هو فاهم هو بيعمل ايه. هو الذكاء الاصطناعي ما هي الا وسيله عشان تساعد الانسان على الحاجات دي. الذكاء الاصطناعي دلوقتي ما بقى هو الا وسيله بيقدر يساعد الانسان في حياته اليوميه، لكن غير كده هو الذكاء الاصطناعي لا هيفيدك ولا هيضرك ولا هيرزقك باي حاجه. لكن انت ما تقلقش خالص، ازاي بقى تستغل الحاجه دي صح؟ ازاي تستغل الذكاء الاصطناعي ده لصالحك؟ ازاي تستغل الذكاء الاصطناعي ده علشان تقدر تربح منه فلوس؟ وهتلاقي كل الشروحات موجودة في الوصف أو التعليقات. كده أنا شرحي انتهى، أتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنسانيش بلايك وسبسكرايب للقناة لو أنت جديد معانا، وأشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.